تحياتي. موعد جديد في المحقق مع سلسلة ولد ليقتل، السلسلة العالمية اللي نرجع فيها كل مرة على شخصية إجرامية، نحاول نفهم شنو اللي يتعدى في مخه باش يتحول إلى مجرم بل إلى قاتل متسلسل. والمرة هذه باش نمشيو إلى شخصية الجرائم نتاعو ارتكبت على فترات وكانت متنوعة وكانت غريبة، على خاطر جرائم عندها أسباب وأخرى لأسباب تافهة وأخرى ربما من غير أسباب. إذا كانكم حاضرين ذكركم قبل ما نمشيو للتفاصيل بالاشتراك معنا في القناة كان ما التحقتوش بالكوميونيتي متاع المحقق، وإذا كانكم التحقتوا أموركم واضحة وحاضرين باش تسمعوا تفاصيل هذه القضية، يلا سيدي ننطلقوا في هذه الحكاية الجديدة. حكايتنا ليلة بشتزنا للولايات المتحدة الأمريكية مرة أخرى، بشتزنا الكارولين الجنوبية وبشترجع بينا ل 2016. بشحكيوا على كوبل يعيشوا مع بعضهم ولكنهم الحقيقة في وضعية اجتماعية صعبة. نحكيوا على كالا وشارل، 30 و 32 سنة. كالا وشارل يخدموا بالأساس كعمل يوميين بين ظفرين، عامل يومي كما احنا نقوله، يعني أنه يدبروا في ريوسهم كل مرة شكون يكلمهم على خدمة، واحد عنده شوية جارديناج، واحد عنده شوية تنظيف، واحد عنده شوية اللي هو كي يستحق الزوز يكلمهم وهما يمشيوا مع بعضهم. وذلك اللي صار نهار 31 أوت 2016، جاهم تليفون مشاو الى منطقه على اساس باش ينظفوا الشقه اللي موجوده فيها مستنسين بهذا النوع من العمل ومستنسين بالتعامل معها. السيد هذايا كل مره يطلبهم يمشيوا الشقه اللي هو عنده برشا شقق يكري فيهم، يمشيوا ينظفوها بعد ما يخرجوا منها الكراي. مشاو، لكن ملي مشاو نهار 31 أوت انقطعت أخبارهم. أم الغدوة أم شارل طلبته في التليفون، طلبته وسالت عليه أصحابه وسالت عليه الناس يعرفوا، حتى حد ما نجم يفيدها بحتى معلومة، وهو تليفونه ما يجاوبش عليه. وهي استغربت وتفجعت على خاطر مستحيل ولدها شاغل ما يطلبهاش في النهار، كان مش مرتين ثلاثة على الأقل مريرة في النهار. فخبرت الشرطة، والشرطة هذه عادة راكم حفظتوها توا مش باش نعاود نقولوها كل مرة، باش يقولوا لها يا مدام يعيشك هذه وليد كبير وعمره 32 سنة ما جاوبكش في التليفون تبلغ عليه الحاكم، شنو عندنا باش نعملوا له احنا ترى. تعدى الموضوع هكيك، تعدى هكيك حتى الخمسة أيام من بعد. ليا هذه صديقة الكوبل، هي عندها المفتاح متاع الدار متاعهم، شقة في عمارة. بعد ما اتصلت بهم كذا مرة ما جاوبوهاش باش تمشي تشوف شنو حكايتهم في الدار. الملفت انه ليا باش تلقى الكرهبه متاع صاحبتها كالا مقاريه اللوطة تحت العمارة. استغربت كرهبتها هنا وهي ما تجاوبش على التليفون من كذا نهار. طلعت دقت الباب ما فما حتى حد، تسمع في حس الكلب ينبح. حلت الباب، ما قلت لك عندها المفتاح، واذا بها تتفاجأ بالشيء اللي باش تشوفه. تتفاجأ خاصة بوضعية الكلب. الكلب عطشان جيعان
يمكن كان زاد نهار ولا اثنين اخرين راهو مات. بهتت وفهمت انه كلا ما تكون خليت كلبها هكا الا ما تكون صارت لها حاجه. مستحيل تكون لاباس وتخلي الكلب نتاعها في الوضعيه هذه. وعلى هذا الاساس نهار 5 سبتمبر باش تبلغ العناصر الامنيه على هذا الاختفاء. اي شنو يخليك تشك مدام كلا انهم اختفوا وربما مشاو لبلاصه وقصوا تليفوناتهم ويحبوا يعدي وقت مع بعضهم وانتهى الموضوع؟ لا لا سيد محق، اولا الكلب نتاعها كلا ما تخليهش في الدار هكاك، كرهبتها موجوده قدام الدار كما عاينتوها. ثم عندي مؤشر مهم نحب نقدمه لكم. راهم الاثنين مع بعضهم اخر نهار شافوهم فيه الناس الكل هو نهار اللي مشاو ينظفوا في دار واحد قاتل عليه كلا. اي شكون هالواحد هذا تعرفوه؟ اي نعرفه، تود هذا مسنسين يخدموا معاه هما، ينظفوا له كل مره في شقق، يكري الشقق بالنهار وبالجمعه فينظفوا له الشقق في كل مره. والمره هذه لو 31 كان المفروض انه تصير نفس العمليه، يا اخي من وقتها ما عاود شافهم حتى حد. تود هذا اللي نحكيو عليه هو تود كوليب، عباره على مستثمر عقاري توا من مده، عنده بضعه شقق اللي قاعد يكري فيها ويدور في الدولاب. الامنيين باش يتبعوا التفاصيل متاع التليفونات متاع الكوبل وين وقفت اخر مره، ويبعثوا فريق الغادي وباش يمشيوا لدار تود باش يسالوه. فريق في دار تود وفريق يتبع في السينيال متاع التليفونات الكوبل وين توقفت. يتبعوا اذا بهم يهزهم الدبو، مخزن لا لقاو لا شقه لا عماره لا هم يحزنوا، مخزن. في وسط المخزن باش يلقاو كونتينر، فما اصوات غريبه قاعده تجي من الكونتينر. على الفور يتوجهوا للكونتينر ويحلوه، وفي وسطه باش يكتشفوا اللي ما كانوش يتصوروه. مش يلقاو كلا، مش يلقاوها مسلسلة بسلسلة من كرومتها. وهو باش نوريكم التصاور بالضبط والعملية متاع الفتح متاع الكونتينر هذا. أعطيني بربي هكا الأورديناتور، خلينا نشوفوا هذه الصور المثيرة. شوفوا معايا مليح كيفاش الشرطة باش تحل الكونتينر وشنو اللي باش تلقى في وسطه. نتفرشوا. Watch out, y'all move. I got it, watch out. Do you know where your buddy is? Charlie? Yes. He shot him. Who did? Douche. Todd Kohlhepp shot Charlie Carver 3 times in the chest, wrapped him in a blue tarp, put him in the bucket of the tractor, locked me down here, and I never seen him again. Okay. He says he's dead and buried. He says there's several bodies dead and buried out here, and he says that the dogs will be ruined if they go looking because there's red pepper. We're going to step you up, sweetheart, because there's what? Red pepper. Okay. Tell the dog people that. He says there's pepper. هكا تلقات كلا بعد اطلاق سراحها
في نفس الوقت بصفة آلية لكيبة الأخرى اللي قلت لك مشيت تسأل في تود بشي يتصلوا بهم زملائهم وسيقع إلقاء القبض عليه فورا وحملوا لي التحقيق وكلا بشي سألوه على شاغل يا أخي شاغل وينو هنا ما لقيناش هنا باش تقول لهم أنه شاغل تقتل أنه تود اقتل شاغل بل أكثر من هكا أنه تود قالها كان ما تريدش تول لحقك بالأخرين أما أخرين عشرات بل ربما مئات هكا قالها تود اقتلهم وتخلص منهم هنا الشرطة مش تبدأ تكتشف من هو تود هذا شوفوها احنا بأكثر تفاصيل وشنو اللي عمل وشنو حقيقة بقية جرائمه في الجزء الثاني من حكايتنا لليلة